ما فرطنا في الكتاب من شيء من كل مما يحقق سعادة الإنسان، كفرد وكأسرة وكدولة وكسياسة وكأمة وكمجتمع وكعمل وكمرأة وكزوج وكابن وكأب، فإذا مشينا وكعالم وكإنسانية. فالإسلام الآن مهجور، والإسلام مدفون، والإسلام محجوب عن المسلمين قبل كل شيء. الأوروبيين عم يبحثوا بعناء، اللي عم يصل على الإسلام رأساً عم يعلن إسلامه، عظماء، أساتذة جامعات، وزراء، من كل الأنواع، رهبان. قديش هذا يؤسف له أن المسلمين ينتمون إلى الإسلام وهم أجهل الناس به وأعق الناس له وأبعد الناس عنه وأعدى الناس له، معادين الإسلام، بيغلط الإسلام. السبب أنه ما عم يظهر الإسلام جماله، ملكة الجمال يا ابني، إذا حطيناها غطيناها مغمورية طين رايل وطين أسود ومدوّل ومأمتي، وطالعناها ولابسة بدلة من هالصنة، مين بده عاد يشوف جمالها؟ ومين بده يميل قلبه إلها؟ هكذا لوثنا الإسلام بانتسابنا إليه، وهكذا حجب الإسلام بعدم وجود العالم ذو الكفاءة الذي يظهر الإسلام علماً وحكمة وتزكية، نطقا وتعليما وعملا وسلوكا وتسليكا وتربية وتزكية. وينه هذا الإسلام المزكي المعلم الحكيم؟ وينه؟ أنا في بلغاريا نائب رئيس الدولة، رئيس الجبهة الوطنية، رئيس جبهة التقدمية، لما قابلني أول مقابلة بمنتهى الجفاف، ومعي المفتي المسلمين هنا، هو قعد الصدر وحطنا بالكنبات مقابل، وانا من هاللي ما بزعل عوام وما بغضب، طول بالي كثير، مع ذلك راحت قابلتي اني اقعد من المقابله الجافه، ونويت 7-8 دقائق انهي الجلسه. الله الهمني الحلم، بعد 7-8 دقائق رب العالمين غير الجو كله وانفتحت مغاليق القلوب والصدور والعقول، وراحت الجلسة 2 ساعة إلا ربع. قدم لي على أثرها دعوة لإلقاء محاضرة في أكاديمية العلوم، وآخر كلمة ودعني بها مصافحا لي قال لي: لقد أنعشتني جسديا وروحيا، وبلغاريا شيوعية أكثر من موسكو. والرحلة الثانية استجابة لدعوته ألقيت محاضرة في أكاديمية العلوم، عريف الحفة كان عميد كلية الحقوق، ودعي لها كل كبار علماء الجامعات وكل الكبار المراكز الثقافية الشيوعية والبلغارية. ثاني يوم لما زرته ما قعد بالصدر، أعدني أنا بالصدق، هو قاعد بالكنبايات المقابلة أنا والمفتي، وأعطاني من الألقاب الفيلسوف العالم العالم. عم بحكي لكم أنا هذا ما بكبرني ولا بتزداد محبتكم إني يعني، لا لا، عم بحكي لكم كيف الأمم الراقية تقدر الحقائق. وبأسف في بلادنا هذا، ما في بلغاريا، في سلوفاكيا عقب إلقاء المحاضرة في المؤتمر العالمي لرجال الأديان زارني رئيس المؤتمر وساهرني في الأوتيل للساعة 12، خرجنا من الجلسة بعقد مؤتمر آخر للحوار الإسلامي المسيحي وأكون رئيسه، وهذا اللي طلعنا منه بالاتفاق الكنيسة والمسجد على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله، وفي بلد شيوعي سلوفاكيا في براغ، وأنا رئيس المؤتمر الأول بانتخاب عالم. فبألمانيا
حوار مع 25 اسقف، كمان طلعنا ببيان مشترك تولي عليكم في الجامع هون. فكمان اتفقنا على لا اله الا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله.